قام شخص بتوثيق اعتداء ميليشيا سرايا السلام على منتسبي شرطة سيطرة الوليد في مدخل مدينة بغداد، والسبب أنه مجرد قيام أحد منتسبي السيطرة بسؤالهم من أي جهة أنتم. فلنشاهد. سيد القائد وينه؟ سرايا السلام. سرايا السلام هاي ليش هيك تشوهون سمعتكم سرايا السلام؟ سيد مقتدى أنت الشريف ليش هيك جماعتك تسوون؟ ليش؟ ليش جالسين على المنتسبين؟ ليش والله؟ هاي سيطرة الوليد هاي. سيطرة الوليد مدخل بغداد. يم مركز الوليد مقابل مركز الوليد. شوف شو منتشرين؟ وين قاعدين احنا؟ وين؟ داعش شنو؟ زين؟ دي الله. شوف. شوف. شوف هي طيحان الحظ هاي شوف. باع. باع. شوف. تشوف. شوف. شوف. ها شوف. شنو داعش منتشر على داعش شنو؟ عدوهم هذا منتسب. ها؟ والله منتسب طبقه قال اثنين بيا جهه. شنو كفار؟ كفار يعني منتسب؟ ها؟ لولا امريكان، لولا امريكان كانوا هنا يسوون وياهم هيجي؟ هذا ابن بلدك هذا. شو وقت صار براس نحاف؟ والله لا غير ما بقاوم حتى غير ما بينفسهم. صار شوي عنده سلطه ظل يتمشخر على العالم. سيد مقتدى ترضى بهاي المهزلة؟ ترضى؟ هاي جماعة الخير والله عظيمة هالشي حش عليكم. انت ابن الصدر عظيمة هاك باوع بصيح انا المكتب شو اسمه هذا؟ باع على رجي ما ادري شنو هو انا بسرعي السلام انا بسرعي السلام هاي السيارات حقها باجي ترضاها؟ ترضاها هذا الباجي هذا الباجي ذاك باجي وعليه هاي سرعي السلام هذا وينه؟ هذا الباجي مال سرعي السلام